يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب والشرايين والأوعية الدموية. للكوليسترول نوعان، البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL المعروفة أيضاً باسم الكوليسترول السيء، التي يمكن أن تتراكم في الشرايين وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كالنوبة القلبية أو سكتة دماغية. البروتينات الدهنية عالية الكثافة HDL التي تسمى أحياناً بالكوليسترول الجيد، وتساعد على إعادة الكوليسترول الضار LDL إلى الكبد للتخلص منه. من أبرز أسباب ارتفاع الكوليسترول في الجسم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والتي تزيد من فرص ارتفاع الكوليسترول الضار. لنتعرف على النظام الغذائي يلي ممكن يحقق التوازن في الجسم. الجواب مع ضيفتنا ليالي حنونة، اختصاصية في علوم التغذية. بنرحب فيكي ليال حنونة، أخصائية في علوم التغذية، وكنا عم نتابع بالتقرير مشكلة ارتفاع الكوليسترول. خلينا نحكي، كثير بنسمع النظام الغذائي الصحي، النظام الغذائي، بس خلينا نحكي فعليا النظام الغذائي الصحي لمنع ارتفاع الكوليسترول وفيني التزم فيه. في كثير من الناس لك صعب نوعا ما، خلينا نبسطها للناس شوي، قديش ممكن يكون فعلا فيني التزم فيه ولا لا؟ أكيد. بداية صباح الخير لكم، صباح الخير لكل يلي عم يشوفونا هلأ. مثل ما ذكرتوا بالتقرير ومثل ما تعرف الكوليسترول بطريقة كتير بسيطة، طبعا مثل ما قلنا الكوليسترول هو نوعين، في عنا ال LDL وال HDL مثل ما ذكروا. بس بالنسبة للكوليسترول أهم شيء نعرف طبعا مصادره. هلأ الكوليسترول لما نحن بنقول كوليسترول بنفكر أنه هو كله من الأكل. هلأ في جزء منه بيجي من الأكل وفي جزء منه بيتصنع داخل جسم الإنسان عن طريق الكبد. يعني نحن جسمنا عم يصنع كوليسترول، وطبعا نحن لما بنقول كوليسترول هيدي هذا طبيعي، لانه اي انسان عنده كوليسترول ونحن بنحتاج له، لانه في له وظائف بجسم الانسان، بيدخل بتركيب فيتامين د، بيدخل بتركيب الهرمونات، له علاقه حتى بتركيب خلايا سليمه بالجسم. فنحن بنحتاج له. بس لما بنحكي عن مدار الكوليسترول فنحن بنقصد فيه مدار ارتفاع الكوليسترول لما بيزيد عن حد طبيعي. هون وقتها نحن بنبلش بنخاف وبنقلق وبنضطر بقى لنلجا للحميات واوقات ممكن للادويه والطبيب يعني. نعم. يمكن ليال تحت الهواء كنا عم نحكي انه سبب ارتفاع الكوليسترول مثلا الاشخاص اللي مع كوليسترول ممكن تكون اسباب وراثيه، وممكن احيانا مثل ما حكيتي لازم يكون في حميه، يعني من الاطعمه اللي بياخذوها اللي فيها دسم كثير او اللحم الاحمر. قديش مهم انه يتبعوا النظام اللي رح تقولي لنا عنه مفصلا، وايضا ممارسه الرياضه، يعني لو ما في وقت بس شويه مشي. اكيد صح كلامك. هلا بدايه مثل ما قلت انا في شيء بيكون اوقات جينيتيك وراثي، يعني احنا هون ما بنقدر كثير نتحكم، هيدا انا بقول عامل غير مسيطر عليه. يعني بيكون في التركيبة الجينية للشخص بتكون خلايا عنده ما بتسمح بانه فعلا يتخلص من ال LDL من الدم بفعالية، او بتخلي الكبد عند الانسان ينتج كمية اكبر من الكوليسترول. هيدا خلل جيني، نحن هون ما بنقدر نعمل شيء. بس اذا التزم بالنظام بيتم محافظ على وضعه مسيطر عليه، بيحتاج لأدوية غالبا، بيحتاج لأدوية لحتى يقدر يرجع كوليسترول. يعني ممكن يكون شخص كوليسترول عالي اذا كان وراثي، حتى لو تبع حمية جدا قاسية، يعني حتى لو منع نفسه من اي مصدر للدهون فعلا حقيقية رح يعمل تحاليل ممكن يلاقيه مرتفع للكوليسترول للأسف. بالضبط. فهو بيحتاج هون لأدوية بالإضافة بقى للنظام الغذائي، ممكن يكون إنه أفضل. بس بالنسبة للشخص الثاني اللي هو جاي من أسلوب حياته، من زيادة وزنه، زيادة محيط خصره، ما بيمارس رياضة، بيدخن، بيشرب كحول مثلا بكثرة، هذا كله بيسبب ارتفاع الكوليسترول. هاي العوامل هي مسيطر عليها، يعني نحن بنقدر هلا مثل ما قلنا هلا رح اذكر، بنقدر نحن بشوية تغييرات بأسلوب حياتنا ممكن نقدر فعلا نرجع كوليسترول لوضعه الطبيعي، ممكن ما نحتاج أدوية، ممكن حتى بالإضافة ممكن ناخذ أدوية، بس ممكن مثلا نحن نبلش نخفف جرعة الدواء، يعني ناخذ أول شيء لحتى ننزله مع الحمية، نبلش نقلل جرعة الدواء، لأنه الأدوية الكوليسترول في إلى آثار جانبية ما كتير محبذة يعني. فبالنسبة للنظام، بالنسبة للشخص اللي بيكون عنده كوليسترول، أول شيء قبل ما ندخل بموضوع الأغذية، الرياضة رقم واحد. يعني يفضل الشخص اللي عنده كوليسترول عالي يتبع نظام غذائي يكون أول شيء يمارس رياضة 30 دقيقة، لو 30 دقيقة أربع مرات بالأسبوع مشي سريع رائعة جدا، وبتساعد فعلا أثبتت بأنه بتخفض الكوليسترول. هلا في عنا أغذية ممنوعة وفي عنا أغذية محبذة ومحببة بالنسبة للمريض، لأنه
المائدة السورية مليانة أكل، بيقول لك ماني قدران بس تحية. خلينا قديش فينا نعمل اعتدال بهيدا النظام الغذائي؟ النظام اكيد تماما. هلا اول شيء انا بقول لهم اول شيء بنبلش من المطبخ، يعني الست لازم تبلش من طبختها. مثلا اذا هي بتطبخ بالسمنه، بتطبخ بالزبده، بتحط احيانا في ناس بتحط زبده نباتيه، المارجرين كثير سيئه وكثير فيها ترانس فات، كثير فيها دهون متحوله جدا سيئه، فبتبلش من هون بتبلش بتستعمل الزيت النباتي او بتستعمل مثلا ممكن زيت الزيتون. نحن كبلد كثير بنستعمل زيت الزيتون. هلا حتى في فكره غلط، في ناس بتقول لك مثلا انه انا اشتريت زيت من السوبر ماركت مثلا مكتوب عليه كوليسترول فري، طب هو زيت نباتي، مصادر الكوليسترول حتما حتكون حيوانيه، ما عندنا اي مصدر نباتي بيحوي على الكوليسترول، فهي فكره شوي لازم نصلحها نحن. فمثل ما قلت بنبلش من المطبخ، بنبدل الزيت، اول شيء نستعمل الزيوت بدل السمنه بدل الزبده، هي خطوه كثير ضروريه للشخص اللي بيكون عنده كوليسترول عالي او حتى استعداد وراثي لارتفاع الكوليسترول، يعني في ناس بالعائله كلهم عندهم كوليسترول، طب انا ما صار عندي بس انا بعمل وقايه بلاقي نتيجه عليها، اذا عملت وقايه صحيحه، هي شغله كثير مهمه. الفكرة الثانية اللي ممكن نحن نعملها بالنسبة لمريض الكوليسترول خاصة، مثل ما قلت هلا اللحم الحمراء اكيد الكثرة منها كثير بترفع الكوليسترول، مادة مثلا النقانة، السجق، هالاغذية كلها، البوظة، الحلويات اللي نحن كثير بنحبها، مثلا شو اسمه المقالي، شو اسمه الفاست فود اللي كثير هلا منتشر بسبب طبيعة حياتنا صرنا ناكل كثير. بس في مادة حابة احكي عنها اكثر، هي مادة البيض. مادة البيض كتير نحنا، لأنه أنا بصراحة كتير قريت مقالات، يعني في شيء بيقول مثلاً إنه مادة، في دراسات شافت إنه هي مادة إنه ممكن يأخذها مريض الكوليسترول، وفي دراسات شافت إنه هي لا، مادة البيض أساسية جداً يعني. وفعلاً نحنا حتى التوصيات قبل 2015 كانت تقول إنه لازم نأخذ أقل من 300 ميلي جرام من الكوليسترول. بعد 2015 تقريباً حتى ألغوا النسبة، يعني شافوا إنه الشخص لازم يأخذ كوليسترول لغذائه. بس هلأ بالنسبة لمادة البيض، طبعاً في دراسات شافت انه البيض كان تاثيره ايجابي برفع الكوليسترول الجيد، يعني رفع ال HDL. وفي دراسات كمان شافت انه الاشخاص اللي بياكلوا بيض ابدا ما بيزيد من مخاطر امراض القلب والاوعيه الدمويه عندهم. على العكس طلعت دراسات نقيده تماما لهذا الكلام، شافت انه ماده البيض بالعكس هو شكلي طبيا دائما في عندك دراسه وتجي دراسه بتلغي معاكسه تماما. اكيد فنحن هون بدنا نشوف بالنهايه نقرا ونشوف اخر شيء. هلا الدراسات اللي انعملت على انه البيض هو ماده مفيده كانت دراسات كثير ضيقه وصغيره وما كانت على عدد. تنصحي بالبيض بشكل معتدل؟ بشكل معتدل اكيد. هلا بالنهايه انا انه الام تطعمي ابنها 3 الصبح بيضتين او مقلي بالسمنه، مقلي بالزبده مثلا، باعتدال ويكون محضر بطريقه صحيه يعني. فاخر شيء شافوا انه لا، انه حتى الدراسات اللي شافت انه هو البيض له اضرار على بيزيد مخاطر امراض القلب والاوعيه الدمويه، فشافوا انه لا صحيح، لانه نحن ما بنقدر نلغي لا اللحمه ولا البيض، بالنهايه فيهم احماض امينيه، فيهم حديد، فيهم ماده كولين، فنحن بنحتاج لهم ولكن باعتدال. يعني حتى مريض الكوليسترول يفضل ياخذ البياض، واذا حب ياخذ الصفار فياخذ بيضه واحده خلال نهايه الاسبوع، كثير يفضل يعني مثل ما قلنا باعتدال، لانه هي مواد مهمه ونحن ما رح نقدر نلغيها بالنهايه. تمام. يعني ليال يمكن دائما هيك من النظره الاولى اللي ما عندهم خبره باي قصه بيقولوا مثلا الاشخاص اللي عندهم وزن زائد هن اللي بيعانوا من الكوليسترول، هن اللي بيعانوا يعني من شغلات ثانيه. لا، هذا الحديث يمكن شفنا انه في اشخاص لا جسمه خلينا نقول وزنه طبيعي وجسمه صحي وايضا عنده ارتفاع بالكوليسترول. فخلينا نحكي عن الفرق بين يعني هدول الاثنين ونفس الشيء، هن اثنيناتهم عندهم كوليسترول. اكيد صحيح. يعني اوقات مثلا بتقول لك مثلا انه انا عندي كوليسترول، فانت بتتفاجئي انه هي جسمها صحي ورياضيه وحياتها صحيه وما بتاكل اكل صحي فانه عندها كوليسترول. هلا هون السبب مثل ما قلت انا برجع بقول وراثي. يعني في اشخاص عندهم مثل ما قلنا خلل، هالخلل بيصير الكبد عندهم ممكن ينتج كميه اكبر من الكوليسترول. هلا والشق الثاني اللي هن الاشخاص عندهم زياده وزن او عندهم مثلا قله نشاط حركي، ما بيتحركوا كثير، نظامهم الغذائي غلط، كمان هدول الاشخاص بنلاقي انه عندهم احيانا بالتحاليل طبعا بالصدفه بنكتشف انه في ارتفاع بالكوليسترول، وبيبقى طبعا افضل لانه هون بنقدر نحن شويه تغييرات بنمط حياتنا ممكن نقدر نرجع الكوليسترول وضعه الطبيعي. يعني حتى لو احتجنا مثل ما قلت دواء ببدايه الفتره، بس بعد فتره حنلاقي حالنا عم نخفف. الحياه الدوامه هلا اذا كان مانو وراثي جاي من اسلوب الحياه الخطا، لا ممكن بعد فتره الشخص يقدر يخفف الادويه. طيب خلينا نحكي يمكن
قلال من الناس بتروح بتعمل تحاليل بشكل دوري، يمكن بسبب ضغوطات الحياة، بسبب ظروف معينة، وهي ثقافة يمكن منا موجودة بشكل كثير كبير عنا. لا أنا انتبه أنه عندي ارتفاع بالكوليسترول، ما عندي مثلا مشكلة وراثية، أو يمكن نظامي الغذائي نوعا ما معقول، كيف ممكن انتبه من خلال أعراض أنه أنا هي تنبهني أنه ممكن يكون في عندي خلل بالكوليسترول؟ هلا تماما، للاسف غالبا الكوليسترول ما بيعطي اي اعراض، يعني نحن ما بتظهر علينا، حتى ممكن يكون عالي وما يظهر اي اعراض على الشخص انه هو عنده ارتفاع بالكوليسترول. هلا هو بده يعمل تحاليل، هلا انا دائما التحاليل فقط الدوريه هي اللي تحاليل دم بالضبط بتعطينا ال دي ال اتش دي ال، بتعطينا حتى ممكن مثلا الكوليسترول الكلي والشحوم الثلاثيه ممكن نعملها بنفس الوقت. بس بدي اقول هلا دائما الاشخاص اللي بيلاحظوا بعائلتهم عندهم استعداد وراثي، عندهم قصه عائليه، صار عندهم حدا صاب بامراض قلب بعمر كثير مبكر، يعملوا تحاليل كوليسترول بشكل دوري. إذا ما كانت سليمة فممكن كل 5 سنين يعمل الشخص التحليل، أما إذا كان في ارتفاع يفضل كل بشكل دوري يعمل تحليل. وبدي أقول حتى لو أطفال، يعني مو انه كبار، لا حتى لو اطفال، اذا كان عندنا بالعائله في قصه انه كوليسترول عائلي، حتى لو اطفال يبلشوا يعملوا تقريبا تحاليل بشكل مستمر. يعني حلو كثير. خلينا نحكي ايضا يمكن بالختام معك ليال عن كبار السن، نعرف هيك شو فينا نعطيهم نصائح لكبار السن اللي بيعانوا من عده امراض ومنها الكوليسترول، وايضا منهم للاطفال مثل ما ذكرتي، اذا في نصيحه للاهل. اكيد هلا بالنسبه لكبار السن، هلا التغذيه اكيد كل انسان له عمر له تغذيه معينه. بكبار السن هلا بما يخص موضوع الكوليسترول، كبار السن بننصح دائما بادخال الالياف. يعني هلا حتى بنلاحظ انه كبار السن اوقات بيصابوا بحاله امساك، يعني بيقول لك الكبير بالعمر بعاني من حاله. هلا سببها قله ادخال الالياف، فندخل خضره، فواكه، شوفان، حبوب كامله، ممكن كلها ندخلهم اياها للكبار بالعمر. نعم. بتساعدهم بكثير امور. اول شيء بتحافظ على مستوى الكوليسترول، بتضبط مستوى السكر عندهم، وبتخلصهم من مشكله الامساك. ممكن بذر الكتان، كل هالاغذيه اللي فيها الياف نحاول ندخلهم اياها. بالنسبه للاطفال، اكيد انا اذا كان عندنا اطفال اهم شيء نحن نربيهم على عادات غذائية صحية، هي شغلة أكيد كلنا بنعرفها. هي بنرجعها للأهل ولكل البيئة المحيطة. بالضبط. لأنه الأهل بيتعذبوا مع أولادهم، بيجي حدا بينزعلك النظام صحيح صحي بلحظة. صحيح تماما صح. هلا وكمان إنه أهم شيء بالنسبة للأطفال نعلمهم دائما إنه نحن الرياضة. أنا دائما بقول عودوا أطفالكم دائما على ممارسة الرياضة، يعني هي شغلة كتير مهمة، حتى ممكن لعب، ممكن شغلات، ممكن نشاطات معينة. وإذا كان في عنا كوليسترول نحاول دائما نعملهم فحوصات دورية أكيد، وراجع طبيب بختص بهالمجال. أكيد بدنا نشكرك ليالي حنونة أخصائية بالتغذية على وجودك معنا، ومثل ما قلت يمكن هي أهم نصيحة، بما أنه ما في عوارض قوية ممكن تظهر على الشخص، توجه للطبيب والتحاليل الدورية. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودكم، شكرا كثير. شكرا لك، شكرا لأنك عطيتينا هيدا النصائح، كثير انبسطنا بالحديث معك، حديث مفصل وأيضا مفيد، استفدنا نحن منه أيضا مشاهدين. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.